احنا رانا موافقين على القضاء والقدر، موافقين على الاكسيدون، اما بعد الاكسيدون بشويه بشويه بدينا نفيقوا اللي صارت جرائم، واحنا متاكدين من هذا. واليوم جايين على خاطرنا نحسوا بالظلم، نحسوا بالقهره، ونحب واحد تصير له المصيبه اللي صارت لنا نحنا ما نجمش حتى يرتاح يرقد في الليل. خاطر انا اللي تعلمته انه كنا ديما نسمعوا نراو الناس حتى في الارجنتين في تونس في العباد اللي يجيو يقول لك نحب الحقيقه حتى 20 سنه من بعد، وانا نقولوا الراجل مات شنو هي الحقيقه لي. انا فهمت علاش ترتح، لانك انت ديما تبدا تعمل الفيلم في مخك، وكان الفيلم يبدا غلط ما ينجمش يكون مستكمل، ما تنجمش ترتاح. يا علاش سيد نبيل اصريت على ندوه صحفيه؟ خاطر راي العام يقول لك علاش ندوه صحفيه؟ هذا كله احساس بالظلم. اي يا شوي خليني نقول لك حاجه. انا اليوم الصباح كي جيت داخل البيرويا نلقى واحد جاني بالعكاز ضربته كار وراني يديه بالحديد مسكين. وش قال لي؟ قال لي راني نحس في روحي مظلوم، ما عطاونيش حقي. يعيش كيسي نبيل تنجمش تعديني في نسمه، معناتها اي واحد اليوم العباد المظلومين شو يعملوا؟ ما يمشوا للاعلام. وعلاش احنا مواطنين كالمواطنين الاخرين؟ اخي احنا ملي توفى ولدنا كل يوم نحكيوا على القضيه هذه، عمرنا ما تحكينا عليها. اليوم وقته، خاطر جاتنا ادله جديده، شفنا فما ديفيسو لنجموا يوصلوا لفما فساد، متأكدين من هذا من عائلة هذا فرشيو. وأكثر من هذا احنا بعد نخلي سلوى لليوم نحنا ما جاوش اعتذرونا، راهو ما نعرفش كان اليوم هما مش مهم، أما أخلاقيا تتصور أنت كان عندك ولدك كما نقول ديما أنا يكسر شباك دار الجيران، ما في الليل تمشي تعتذر لراجل تهز ولدك يعتذر لراجل وتعوض له. كان جينا نحن في بلدان أخرين ما يجيبوا الجبهية، ما يجيبوا بالقبائل، ما يقولوا لهم خذوا حقكم ولا شنو حقكم. يا أخي احنا تطورنا ياسر في تونس، ولا عباد يقتل لك ولدك وما يحسش حتى بالذنب باش يجي يعتذر. أنا كنت نتصور لو كان نبيل قروي في الشيء صرح في إحدى الإذاعات تفاعلا مع اللي كنت صرحتوا به اليوم شي جي مدام سلوى أنه جاك وعزاك وأدى الواجب وكل شيء. أي بيان سور، هو أنا باش نقول لك جاء نهار اللي جاء هو عائلته ايش عملوا؟ جابوا محاميهم. ايش قال المحامي؟ قال لو كان نبيل القروي يجي في الـ في الـ في المحكمه ويسامح الولد اوتوروت للسياسه اللي هو هاو التخمام نتاعهم. والراجل اي يعجبك شيء، الراجل قال جا لخويا ايش قال له؟ قال له الحمد لله ولدنا طلع مش شارب مش يعمل في الفيتاس، دونك مش غلطه، غلطة قضاء وقدر. وحنا بيدنا متخلقين، خاطر هما كي ترى اش كتبوا في فيسبوك سواء الام ولا الولد اش كتب في فيسبوك يخرج، عمره ما قالوا سامحني. كانه هما شي يكتب الولد يقول يا خليل يكتب لولدي حياتنا الزوز مشات، خاطر حياتنا ولدي ما عادش عنده حياه راه شويه وقر وشويه احترام. وكنا نستناو انا باش نكمل لك نقول لك كان جيت انا خاطر عاودتها في مخي، راني مشيت للراجل انا راني علمته، هزيت مشيت رزيت خويا بابا عبيد وقلت له يا خويا راهو سامحني راهو صار هكا وهكا وراهو قضاء وقدر. وكان جا الولد قال راني شارب وراني نجري، ربما راهو كانت حال اخرى. مدام سلوى سامي مرحبا بك وبركه فيك مجددا.